ولو كان الأمر بيدي ولو كانت لدي القدرة لأرسلت مراسلا صحفيا. جلس ثلاث مراسلين صحفيين، الأول أبعته تل أبيب أمام مكتب بنيامين نتنياهو ويحاول أن يتقصى الخبر طريقة وشكل ويوم وجدول أعمال بنيامين نتنياهو أثناء هذه القمة، لأنه المفروض هذا هو الشخص رقم واحد اللي معني بالموضوع. يعني الناس دي كلها متجمعة مش علشان تذكرنا بأنه أكيد الوحدة العربية ووحدة اللغة ووحدة الدين ووحدة الثقافة في هذه المنطقة أمر جميل وعلينا أن نعيد الالتحام فيه. لا، الناس دي متجمعة علشان في دولتين من الدول العربية في عليهم قوات أجنبية غازية تحمل علم إسرائيل. كنت هبعت المراسل الثاني على واشنطن او اي مكان الرئيس الامريكي الحالي، شوف هو موجود فين وابعت معاه المراسل وشوف جدول اعماله النهارده كان هيبقى عامل ازاي، بيفكر ازاي، هل بيطلعوه على نتائج القمه. يعني يقولوا له مثلا لسه مثلا السيد مثلا امير دوله البحرين لسه مخلص الكلام، فممكن يهتم قال ايه، سال علينا، سال عليا، ما سالش عليا بطريقه الفنانه الغام ولا لا. والثالث كنت هبعته ورا دونالد ترامب الرئيس الامريكي القادم، ايا ما كان بقى، بيلعب جولف، بيلعب طايره، بيعوم في البحر، بيصطاد اسماك، ابحث هذا المراسل تبقى شغلانته الاساسيه، ابحث ابحث شوف لي جدول دونالد ترامب قد ايه، وقيس مين في الثلاث شخصيات دول قاعد قدام التلفزيون زي الاستاذ احمد عطوان كده يراقب ماذا يقول قاده العالم العربي والاسلامي. لانه غالبا 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 كل اللي هيتقدم لواحد من الثلاث اشخاص عباره عن ثلاث ورقات، يمكن الورق اللي في ايدي ده اكتر، يعمل له خمسه ولا حاجه، فيها ملخص هذه القمه. لانه زي ما حضراتكم شفتوا وزي ما انتم عارفين للي حضر ومش محتاجين تعرفوا للي ما حضرش او لم يشاهد، انه مفيش حاجه، مفيش موضوع. هذا زر رماد في العيون. قتل من قتل واستشهد من استشهد وسيستشهد من سيستشهد وسيقتل من سيقتل، والكلمات لا تعيد أحد ولا تحرر أرض. بالمناسبة اللي بيتكلموا في السياسة كتير هم دايما الاقل خطوره. بالظبط. طيب احمد، يعني وكاني حقيقه فيما يعني انت يعني اردت ان انت تقول كيف نستطلع حال انا ما اردتش اقول حاجه. انت قلت انا حاولت ابقى اعمل نفسي مهم. انت قلت الان بقدر ان هناك في مراسل موجود. لا لا انا استاذ احمد ما تقولنيش، انا بحاول اعرف. مش انت اللي قلت يا عم؟ لا انت وده عيب على الهوى وده حرام ودي جريمه. انا بحب، قلت حاجه وحشه نفسي. يعني انت قلت كما لو كان، لو ان هناك مراسل موجود الان يستطلع يشوف نتنياهو في لحظه انعقاد المؤتمر، مدى عامل ازاي، مدى توتره بياكل سندوتش وخوفه، او مدى اللي هو قاعد مراقب، عامل غرفه العمليات، هقول لك الجيش الاسرائيلي قاعدين بيتابعوا، مترجم مش في بتاع كده. يعني مش هحرك من حاجه والله. حبيت ان انا حاضر معاهم، حبيت ان انا اديك اللحظه دي. انت وانا هقول لك اهو، وكاني ايضا وكاني بنتنياهو هو يجلس امام شاشه التلفزيون، هو وساره نتنياهو جنبه وجايب معاه المكسرات وقاعد السله، طبعا الفشار اكيد يعني برضه معاه موجود، ونتنياهو بيستطلع يعني ما يقول الزعماء العرب وزعماء الامه الاسلاميه، فيجد احدهم يقول اننا نرفض رفضا قاطعا ما يحدث في غزه، فيضحك يقول لا ساره مش ده اللي ساب لنا السماء مفتوحه الطيران بتاعنا رايح جاي فيها؟ تقول له اه، ولا بقول لك بيرفض غزه ماشي. ثم اذا بملك اخر يتحدث عن ضروره ايقاف الحرب في غزه فيضحك، لا 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 مش ده اللي بيفتح لنا جسر بري وبيدخل لنا الاكل والشرب، شوف بيقول لازم الحرب تقف. ثم ايضا ياتي رئيس اخر فيقول
اننا نتالم لما يحدث في غزه، تالم مجل حاصرهم وكان رافض يدخلهم برضه الاكل والشرب والدواء. بص يا ساره بقول ايه؟ وهكذا. وكاني بنتنياهو وساره قاعدين بالمكسرات والفيشار والتسليه بيشوفوا هذه الكلمات لكل زعيم وكل رئيس، ثم يذكروا واقعه ما يقول الان عن ألمه وعن وجعه وضرورة وقف الحرب، وبعد 400 يوم 3000 أو 43 ألف شهيد، فوق 150 ألف مصاب وشهيد، وأرض تباد بالكامل، ثم تخرج الكلمات دي النهاردة. كلمات في كلمات في كلمات، غابت الأفعال، كلها أقوال، كلها أقوال. وكأن احنا كنا رايحين النهاردة عشان نسمع ذات المكلمة. بالأمس تساءلت واليوم كانت الإجابة، قلت هل سوف نسمع في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية قرارا عاجلا فوريا بكسر الحصار وتقديم مساعدات لأهل غزة؟ أيضا قلت هل سوف نسمع عن قرار بمقاطعة دبلوماسية وطرد سفراء العدو؟ تساءلت، فاتتني اليوم الإجابة. تساءلت أيضا هل سوف نسمع قرارا في البيان الختامي بمقاطعة العدو الصهيوني سياسيا واقتصاديا وتجاريا ومحاصرته؟ فاتتني اليوم الإجابة، لم يحدث أي قرار ولا أي إجراء ولا تكليفات ولا إجراءات، بقدر ما كانت كلمات في كلمات تقال اليوم. دعونا نذكركم ونذكر أنفسنا ونعيد عليكم ما قيل اليوم في هذا المؤتمر، ونبدأ بالدولة المضيفة لهذه القمة وهي الرياض، طبعا العاصمة السعودية للمرة الثانية على التوالي. هذه القمة الطارئة بعد سنة من حرب غزة، بس برضو قمة طارئة، وقمة لجميع الدول العربية ودول التعاون الإسلامي، 53 دولة عربية وإسلامية. فبدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن الانتهاكات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي هناك في المسجد الأقصى، وتهدد حقوق الشعب الفلسطيني. قرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادف لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة، كما تشجب المملكة منع وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، ونعرب عن إدارتنا العميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، ونرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياتها للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. الحضور الكرام، سياسة ليست بجد، يعني ليست في الحقيقة متوقعة من المملكة العربية السعودية، وهو أن المملكة العربية السعودية تحط في حساباتها السياسية الواقع الإقليمي والجغرافي اللي هي فيه، وأنه المسؤول رقم 2 في المملكة العربية السعودية النهاردة الأمير محمد بن سلمان يؤكد على ضرورة حفظ سياسة إيران، فده مش بيجاملهم، إنه يقدم في الحقيقة بيقدم شيء مهم لكن دلالته خطيرة. هو بيقدم السبت حتى لا يعود له الأحد، معروف انه جزء من الدستور الايراني، ويمكن الامير محمد بن سلمان في لقاءات تلفزيونيه سابقه له تحدث عن هذه النقطه، جزء من الدستور الايراني بيؤكد على ضروره تصدير فكره الثوره وفكره ولايه الفقيه. والمملكه العربيه السعوديه كدول الخليج قاطبه جاءها عبر السنين
منذ قيام الثورة الإيرانية على إيد الخميني حتى الآن بعض من هذا أو كثير منه. كل بقى موسم وكل رئيس وكل ولي فقيه بيبقى عنده وجهات نظر في الموضوع. محمد بن سلمان هنا بيقول لإيران أنا عايزك محافظة على سيادتك، أنا ماليش علاقة بالخناقة. بس كلامه وفي نص كلامه وما بين سطور كلامه عايز يقول لإيران ما سيحدث في المستقبل أنا مش داخل فيه، لأنه المملكة العربية السعودية دولة مهمة جدا في هذه المنطقة، ولو حصل أي موضوع عسكري أو حربي النهاردة أو بكرة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة هي مش عايزة تبقى جزء من هذه الحرب ولا أن تتحمل جزء من آثار هذه الحرب. مفيش حد النهاردة راجع التلفزيونات راجع الأخبار يومين قبل يومين بعد، مفيش حد بيتكلم عن سيادة إيران، الناس كلها بتتكلم عن ضربة إسرائيلية لإيران، ضربة إيرانية لإسرائيل. لم يتحدث أحد عن الحفاظ على سيادة إيران إلا محمد بن سلمان. ليه؟ لأنه عارف. عارف إيه؟ عارف إن بنيامين نتنياهو في خطابه الوحيد لأي دولة أو شعب عربي عندما تحدث للشعب الإيراني في خطابه الثلاث دقائق المشهور واللي كان عندنا جزء منه في هذه القناة وعلى هذا البرنامج، كان بيقول بوضوح للشعب الإيراني ثوروا على نظامكم. محمد بن سلمان يقرأ المشهد ويرسل هذه الرسالة في مقدمة القمة العربية عشان يقول لكل الأطراف وأقربهم الطرف الإيراني يا نحلة لا تلسعيني ولا عايز منك عسل. هو في الحقيقة أحمد كلام الأمير محمد النهاردة كان متوازن جدا بخصوص إيران، وكان كلام حقيقة أن يذكر إيران والمحافظة على سيادتها. لم يكن الخطاب موجها إلى إيران بأي انتقاد أو تحذير على الإطلاق، بل كان موجه للمن يعتدي على إيران بأنها دولة ذات سيادة وممنوع العدوان عليها بشكل أو بآخر. يعني أنا الخطاب كان موجه إلى العدو الإسرائيلي بشكل كبير لأنه هو من اعتدى على السيادة الإيرانية. لا اصلا انا بقى تابعت الخطاب وشفت الخطاب وعشان كده بقول لك يعني لا شفته كان واضح جدا. الرجل تحدث عن غزه وتحدث عن لبنان وتحدث عن ايران ايضا وسيادتها في اطار العدوان المشترك على الدول الثلاثه، لكن ما لم يتحدث عن اي اطراف اخرى. لا يعني ولا جاب سيره امريكا ولا جاب سيره ترامب ولا جاب سيره اسرائيل. هو مين العدو اللي بيعتدي على غزه وعلى لبنان وعلى السياده الايرانيه؟ عندما لا تذكر هو عدو واحد معروف، عندما لا تذكر اي طرف ولا تدينه ولا تدينه بالاسم يبقى انت بتعمل موقف متوازن. انا رأيي انه ده موقف متوازن سعودي مهم جدا وفاهم جدا للمستقبل القريب. لا انا يعني ده عايز افكر حضرتك بس اوصف لك ان ده مش ده على فكرة ليس موقفا متوازنا بل موقفا منحازا للسيادة الإيرانية ومدافعا عن السياده الايرانيه. لا طبعا ده راجل بيرفض رفض قاطع الاعتداء على السياده الايرانيه، فراجل منحاز للحقوق والسياده الايرانيه في هذا المقام. وده كانت لفته على فكره جميله بالمناسبه ما قالهاش بالمناسبه حد كتير كان موجود يعني. ان انا عايز ارجعكم مره اخرى للكلمات التي قيلت اليوم، وكان منها كلمه عبد الفتاح السيسي، نشوف ماذا قال. مواطنين في دولنا العربيه والاسلاميه بل وجميع اصحاب الدمائر الحره عبر العالم يسالون ولهم كل الحق عن جدوى اي حديث عن العداله والإنصاف في ظل ما يشاهدونه من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ. ونقولها بمنتهى الصراحة إن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية يضع النظام الدولي بأسره على المحك. ونقولها بمنتهى الصراحة إن مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية
يضع النظام الدولي بأسره على المحك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تدين مصر بشكل قاطع حملة القتل الممنهج التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة، وباسم مصر أعلنها صراحة أننا سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين أو نقلهم قسريا أو تحويل القطاع إلى مكان. إذن مصر تقف بوضوح، ده برضو كلام فيما هو آتي على فكرة، مصر تقف بوضوح ضد تصفية القضية الفلسطينية، واحدة من المخططات الواضحة المعلنة لبنيامين نتنياهو في هذه المنطقة من العالم انه عايز يصفي القضية الفلسطينية. وواحد من حضور هذه القمة وهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن مهدد بشكل حقيقي في ان تنتهي اخر او بقعة السيادة الوحيدة المسماة بالسلطة الفلسطينية، البقعة المتبقية الوحيدة اللي فيها علم فلسطين ما زال يرفرف تحت حتى الآن، اللي فيها الدولة الفلسطينية لها عنوان، في تليفون تضربه يرد عليك واحد يقول لك هنا رئاسة السلطة الفلسطينية. مش عاجبك، عاجبك، عندك مشكلة مع أوسلو ما بتسافرش النرويج عاصمتها أوسلو، عندك مشكلة في الحتة دي، جميل حقك، لكن الواقع كده، الواقع انه لو نتنياهو فرد ودخل الضفة الغربية فسيظل عندك مشكلتين أساسيتين. رقم واحد انه شعب فلسطين في الضفة الغربية جزء منه اذا ما كانش كله هيهجر غصب عن الارادة العربية الى الاردن، ويبقى ساعتها الخريطة اللي طلعها بنيامين نتنياهو ما فيهاش سلطة فلسطينية في الضفة الغربية نجحت وتحققت. والجزء الاخر ان مازال بنيامين نتنياهو ومن بعده ترامب والاثنين مع بعض ممكن جدا يكون عندهم وجهة نظر شديدة الوضوح حوالين تحويل غزة الى مكان غير قابل للحياة، فينتهي الامر بعد سنة 2-3-10 انه الناس تبحث عن فرص للهجرة والخروج لمصر، لخارج مصر، حول مصر، مش ده الموضوع، لكن تبقى القضية الفلسطينية بالخطوتين دول انتهت في واقعها العملي. تعالوا نسمع جلالة ملك الأردن سيدنا الملك عبد الله. استدعي تحركا فوريا لوقفها. أكثر من عام مضى منذ شنت إسرائيل حربها على غزة، عام من الدمار وقتل الأبرياء وخرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. لم يقف المجتمع الدولي إسرائيل فتمادت في تصعيدها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشعلت حربا على لبنان الشقيق. هذه الحروب يجب أن تتوقف، وأن تتوقف فورا لنحمي الأبرياء وننهي الدمار ونمنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة سيدفع الجميع ثمنها. تستدعي تحركا فوريا لوقفها. أكثر من عام مضى منذ شنت إسرائيل حربها على غزة. طبعا حضراتكم يعني الكلام اللي اتقال النهاردة الحقيقة كلام كله توصيف للواقع، هنا توصيف بشكل قاطع. يعني عودا بس للمناقشة بيني وبين الزميل سميح بخصوص ما قاله
الأمير محمد بن سلمان فيما يخص إيران الكلام كان واضحا، عشان بس ما بقاش تأويل، الكلام لم يكن أبدا موجها بأي حال من الأحوال تجاه إيران، ولا تحذير ولا رسائل لإيران، الكلام كان موجه إلى إسرائيل بشكل قاطع وبشكل يعني، كان حضراتكم الأخبار نقلت والفيديو منشور وكل حاجة منشورة، عشان برضو نضع حضراتكم أمام كل ما قيل. القمة كانت كلها النهاردة كلام هي عن العدوان الإسرائيلي والعدوان الصهيوني، لم يأتي الأمر على ذكر حتى الأطراف الأخرى بأي حال من الأحوال، اللي يعني في طبعا صراعات كثيرة في المنطقة، ولكن كان الأمر محدد في إيران تحديدا أنه غير مقبول بأي حال من الأحوال بالعدوان الإسرائيلي على السيادة الإيرانية. حتى أنا هذه اللفتة حقيقة يعني التفتي ليها بشكل يعني أيضا أن يضم المثلث مع غزة ومع لبنان إيران، كانت لفتة جيدة أيضا في كلام الأمير محمد بن سلمان، وأعتقد الزملاء يعني لو بس مشكورين يعرضونا يعني الخبر. فدي بس حضراتكم لأن مهم النهاردة، أنا الكلام كان كويس، أنا بقول لكم كان أفضل ما في اليوم الكلام، إحنا كل بس اللي كان اللي إحنا يعني فوجينا به البيان الختامي اللي صدر عن القمة العربية الإسلامية اللي لم يبنى الأفعال. يعني اتقال مثلا في البيان الختامي إن إحنا عايزين نعمل مقاطعة في الأمم المتحدة اتخاذ مواقف. الغريبة بقى كل حاجة نطالب المجتمع الدولي، طبعا حضراتكم ده الخبر في نهايته خالص حضراتكم فيما قاله الأمير محمد بن سلمان قائلا أهوت، بيقول وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤوليته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية بشكل واضح على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وأيضا عدم الاعتداء على أراضيها. فكلام النهاردة حقيقة كان في حق إيران كان واضح جدا جدا وموجه بشكل كامل إلى العدوان الإسرائيلي مباشرة. يعني هي من الكلمات التي كان فيها بقى، يعني أنا النهاردة انبهرت 4-5-6 كلمات منهم ما بلغيت، وبعد كده بدأ الكلمات السادة الملوك والأمراء والرؤساء، فيبدو لك ونطالب المجتمع الدولي ونطالب المجتمع الدولي. طب يا فندم 53 دولة، انتوا مجتمع دولي، انتوا تمثلوا مجتمع دولي، نطالب المجتمع الدولي مش عارف بوقف اطلاق النار، نطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات حيال العدوان الاسرائيلي، نطالب مين مجتمع دولي؟ حضراتكم مش قاعدين عشان تطالبوا مجتمع دولي، انتم المجتمع الدولي، انتم اصحاب القرار. وربما هذا ما لخص كلمة الرئيس اردوغان اليوم، لو نحن اليوم حاضرين هنا لاتخاذ مواقف واجراءات كقمة عربية اسلامية، وايضا اشار في كلمته الى مجموعة من القرارات التي يجب ان تؤخذ في هذه القمة تجاه مساعدة اهلنا في غزة، وايضا تجاه كسر الحصار عليهم، ثم ايضا في الوقوف في وجه العدوان الاسرائيلي. متابع. محل الاختلافات في الرأي والمواقف بيننا أن تعيقنا في قضيتنا المشتركة، ونتمنى مخلصين أن يتمكن الأشقاء الفلسطينيون من تحقيق الوحدة الوطنية فيما بينهم، ونحن نشجع هذا أيضا. أخوتي وأخواتي الأعزاء، علينا كدول إسلامية أن نقود الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد إسرائيل. بادئ ذبذب من المهم للغاية فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل وإنهاء التجارة معها، وعزل إسرائيل دوليا ما لم تنهي عدوانها. ولهذا السبب يجب تجريد إسرائيل، وهذا مهم جدا. لقد دعمت أيضا بما في ذلك أعضاء في الدائمين في الأمم المتحدة، وهي مستعدة لإرسال المزيد عند رفع القيود. ومن خلال حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مؤخرا، يهدف البرلمان الإسرائيلي إلى إلغاء حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم الأم. هدف إسرائيل هو الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وضمها في نهاية المطاف.
هناك حركة خطوة بخطوة نحو هذه النقطة، يجب علينا أن نمنعها. وبينما قدمت حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا ومعنويا، فإن عجز الدول الإسلامية عن الرد أدى للأسف إلى وصول الوضع على الميدان إلى هذا الحد. إذن الكلمة للرئيس رجب طيب أردوغان، أركز فيها على أهم شيء استطيع الوطن العربي والإسلامي على الأقل أن يحققوه، وده موضوع مش محتاج في الحقيقة مجتمع دولي ولا قرارات ولا بتاع. يعني يتساءل الغريب قبل القريب، هو الإخوة يعني الفلسطينيين حتى الآن مش عارفين يتجمعوا على كلمة سواء ليه؟ يعني إيه فين المشكلة يعني؟ ده يعني معلش يعني تقريبا القمة العربية دي لو ليها اسم في التاريخ يعني في المستقبل قد تسمى القمة العربية الأخيرة قبل ضياع قضية فلسطين. يعني في مخطط يا جماعة مش سري، في مخطط علني ويقال ويناقش في العواصم العالمية والإسلامية والعربية، وبيناقش بقوة وبعلانية. الفرق بس انك انت دور على الموضوع باللغة الإنجليزية او باللغة العبرية، وجوجل والذكاء الاصطناعي مسهلين المسائل 80%. طيب امال فين الموضوع؟ الموضوع في انه ما زال البعض الأيديولوجيا والحزبية والحسابات الضيقة الشخصية عملاله أزمة كبيرة في إعادة التواصل والتفاهم مع إخواته من نفس البلد. تعالوا نسمع رئيس وزراء لبنان، رئيس الوزراء المؤقت، يعني مش رئيس وزراء ثابت، مش جاي بانتخابات، ده الراجل جاي مشكورا يحل مشكلة لغاية لما يتم اختيار رئيس جمهورية. تخيل، تعالوا نسمع بيقول ايه. هذا المنبر باسم لبنان للتعبير عن هول الكارثة التي نعيشها هذه الأيام، فلا أحدثكم عن لبنان الذي تعرفونه حضارة وعلما وجامعات ومستشفيات وصحافة رائدة، ولا أحدثكم عما مر به من نكبات وويلات على مدى نصف قرن، وما بذله في سبيل العروبة والقضية الفلسطينية، وما فعلته أيضا حروب الآخرين على أرضه، بل أحصر كلامي بلبنان الذي لم يتسنى لكم بعد أن تروه، كما تراه عيون اللبنانيين مشاهد يتبدل شريطها ثانية فثانية، وغارة فغارة، وجريمة ضد الإنسانية تلو أخرى بأبشع الوسائل وأفدح الإجرام. مشاهد يتبدل شريطها ثانية فثانية، وغارة فغارة، وجريمة ضد الإنسانية تلو أخرى بأبشع الوسائل وأفدح الإجرام. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة، يمر لبنان بأزمة تاريخية مصيرية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله، فهو يعاني من اعتداء إسرائيلي صارخ ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي وضعت لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وهذا الاعتداء يأتي ليضاف إلى كم من التحديات البنيوية والأزمات المتراكمة والملفات الشائكة. وبطبيعة الحال لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده من دون حسيب.